السلام عليكم. اليوم نعود إلى ملعب الدويرة، وكما أكدنا البارح فإن يعني بداية عملية وضع التربة المخصبة يعني في الملعب، ولاحظ في الصور هذه، وإن شاء الله إن شاء الله إحنا تمنينا أن تكون التربة هذه تاع العشب الهجين كما العشب اللي نحط في ملعب عنابة إن شاء الله. والملاحظ كذلك أنه تم تغيير الكتابة اللي كانت في المدرجات اللي عادوا بسطوها، يعني ما كانت يعني الكتابة من الأول كانت شوية كومبليكي وشكل ديالها غير لائق، إذا تغيروا الشكل نتاع الكتابة لأصبحت يعني أفضل. ومع ذلك الأشغال راهي سيرة بطريقة عادية. نخليكم بدون ما نطول عليكم، نخليكم تكملوا الفيديو مع هذه الصور الجديدة لملعب دويرة، والسلام عليكم.